ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. احنا بالضبط الموسم ديال بوعبيد الشرقي مدينة بجاد. سولنا الزوار اشنو اللي كتجيبكم لهذا الموسم، واش التوريدة ولا السهرات الفنية؟ بغيت تعرفوا شنو قالوا لنا؟ اجيو معايا. حاولوا المنظمين يديروا داك الشيء في المستوى، كان تنظيم رائع والاجواء ديالو رائعه، تيجيو الناس من معظم البلدان، من معظم الجهات في المغرب، وكان داك الشيء من ناحيه ديال التنسيق، من ناحيه ديال اللوجيستيك، كان داك الشيء في المستوى. وانا بعدا تنجي على اساس تبوريده ماشي على السهرات، يعني سهرات حتى هي مزيانه ولكن تبوريده هي اللي في المرتبه الاولى. مدينة خريبكة، جيت هذا المهرجان الجميل صراحة، جميل ورائع، وجيت ميز بتبوريدة. مهرجان صراحة كان رائع جدا، مهرجان في المستوى صراحة. هذا المهرجان اللي تقدم في مدينة بجاد صراحة مهرجان جميل، واللي شيء عجبني كثر هنايا ماشي السهرات الفنية وإنما تبوريدة، لأن خلوا أن الجدود ديالنا. تنشكر اخويا اللجنه المنظمه والمجلس البلدي ديال مدينه بجات على التنظيم هذا اللي في المستوى. وهذا الموسم هذا تبارك الله راه معروف، راه من قديم الزمان راه تيكون فيه المستوى وتيكون تنظيم عالمي وخيول ملكيه. وحنايا كشباب راه حنايا مولوعين، وهذا الشيء هذا كابرين وسط وتبارك الله. حنايا اخويا كشباب ما تهمناش السهرات الفنيه، تيهمنا هذا المورود الثقافي هذا ديال تبوريده، وتتهمنا التبوريده اكثر من اي حاجه اخرى. وتنطلبوا تحافظوا على هذا المورود الثقافي، وتنبقاو نمدوا مشعل من جيل لجيل. حضور في مدينه بجعد باش نشوف التبوريده المغربيه، لان تتنظم فيها السهرات الفنيه، وكتعجبني ايضا نشوف التبوريده. تتعجبني السهرات الفنيه اكثر من التبوريده. ديالك النشاط نشاط هو اللي كيطيحوا الريح، طيحوا تحياتي.